السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بأفضل الحال والأحوال، واليوم رجعت لكم فيديو جديد واللي غندير لكم فيه جولة في أوكيمدن، والآن نخليكم مع الفيديو. أنا هدي أوي تاكل البوز غوالير عزك عزك هذه الخبز يلا خرجت من الفران يلا يلا خاتي خلي الله خرجها يلا داوها الناس هاني مرشح مزاكي لا باس بخير قلت لي
كيفاش تا كيصنعوهم؟ قال لي كنجبدوا هاد الحجر من الجبال و كيجبدوا منه بحال هكا. شوفوا
سبحان الله الجبل شنو كيجيب لينا في هاد الحجر كبير تبارك الله. كيصنعو من هاد الحجر كيصنعو منهم هاد لي كولي هكا. هذا ديال السلوح سلاح ديال السلوح تزر زيت اللي جا اوكي ندم يجي عند هاد السيد هذا ويشري من عنده هاد الاكسسوار ديك زوينين الحجرة انواع الحجارة اللي كتكون في السوق. حتى هاد الخناجر هادو اللي كاينين هنايا مصنوعين من جميع انواع الاحجار منهم الجرانيت والرخام. هذاك الجبل راه وفداوة وكاينين من وراه بزاف ديال الجبال لي كيجبدو من الحجر وكيصنعو منهم بحال هاذي كلها. وهاد السيد معروف هنا في أوكيندن من تجيو أجيو خدو عندهم هاد الشي رائع وكيجيو زوينين.